يا صباح الفل، يا صباح الخير، صباح النصر على كل جماهيرنا وكل شعب مصر العظيم في كل مكان. حلقة جديدة من نهارك أبيض، وأكيد النهاردة في بداية حلقتنا هنتكلم عن حرب أكتوبر المجيدة. وفي البداية خلونا نقول كل سنة ومصر وأهلها وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها بخير، ودايما يا رب في أمن وأمان وسلام، بمناسبة مرور أول عام بعد نصف قرن على انتصارات أكتوبر المجيدة. كل سنة وإحنا رافضين الهزيمة في أي حاجة، ودايما مصممين على أننا نبني بلدنا ونقف قصاد أي خطر يهددها. كل سنة وإحنا مؤمنين بأن بلدنا تستحق بذل كل غالي في سبيل أنها تستمر قائمة وحرة، دايما رفع راسها ورافضة أنها تخضع إلا لرب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى. يمكن أول ما نقول 6 أكتوبر دايما بيرتبط في أذهاننا جميعا معاني النصر ومعاني التحدي والصبر، معاني العبور من الهزيمة إلى النصر. ودايما يعني المصريين بيبانوا في وقت الشدة، ويمكن هي دي حرب أكتوبر المجيدة، وهي دي ذكرياتنا عن حرب أكتوبر المجيدة. كان تحويل الأزمة إلى مفتاح للحل، يوم اتحول فيه مصر بقى إلى الأحمر في الأبيض في الأسود بلون علم أرض الكنانة، مقبرة كل الغزاة، أقدم الحضارات وأولها، البلد اللي عمرها ما هتقع ولا هتسلم ولا هتستسلم. هي دي مصر زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. احنا بنعيش مع بعض الذكرى 51 في يوم من أهم أيام مصر التاريخية، يوم العبور، وإثبات أن الجند المصري لو حارب وانتفض فهو قادر على فعل المستحيل. المصريين دايما بيبانوا في وقت الشدة، معدن الإنسان المصري بيبان دايما في الوقت الصعب. وقيس بقى كل ده على أي شغلانة في الدنيا في مصر، دايما المصري أما بتطلبه وأما بيتحط تحت ضغط بتلاقيه، خصوصا لو حاجة تخص بلده أو حاجة إن هو يفدي بيها بلده بروحه بأي حاجة بيملكها. لازم كلنا نتذكر مع بعض إن في ناس ضحت كتير قوي عشان نعيش اليوم ده وعشان نفضل نحتفل بيه سنة ورا سنة. عشان كده لازم نبقى مؤمنين بإن اليوم ده دايما ليه رمزية كبيرة قوي عندنا كمصريين، رمزية إن البلد دي شوكة في ظهر أي حد يحاول يهدد أمنها. طالما هنفضل مؤمنين بأن بلدنا تستحق بذل كل غالي في سبيل أنها تستمر قائمة وشامخة ودايما رافعة راسها ودايما رافضة أنها تخضع لرب العالمين، لازم أي حد يحط في دماغه كل الكلام ده، أن دايما لازم نترحم ولازم نفتكر كل الجنود اللي ضحوا في سبيل البلد دي عشان البلد دي تستمر وعشان البلد دي تعيش، وعشان نفضل نتذكر اليوم ده بكل خير وبكل فخر وبكل اعتزاز. الحقيقة ان اليوم ده يعني بيمثل حاجات كتيرة جدا، ويمكن بما اننا بقى احنا نافذة رياضية عبر قناة طبعا نادي مصري نادي وطني اصيل، قلعة رياضية هي اكبر يعني القلاع الرياضية في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، ومؤسسة اجتماعية ووطنية وتربوية بامتياز، هو ده نادي الزمالك طبعا زي ما احنا عارفين. فخلونا نكلم حضراتكم شوية النهاردة عن اليوم ده لكن بشكل مختلف، وعن شخصيات بالنسبة لنا لا تنسى، وأحداث ووقائع لا يمكن اللي انت يعني تغفل عنها، ساهمت في صناعة نصر أكتوبر المجيد. وبما اننا هنا في قناة نادي الزمالك وبنتكلم بطبيعة الحال دايما عن الرياضة وعن الكورة وعن كل الألعاب، لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه يعني مصر دايما مصر يعني مصر دايما ربنا حافظها من كل شر، زي ما احنا شايفين البلاد اللي حوالينا ربنا طبعا يكون في عونهم، ومحدش أبدا يرضى بالوضع أو الأوضاع اللي احنا شايفينها، سواء اللي بيحصل في الوقت الحالي في لبنان، قبل كده في غزة، في سوريا. طبعا احنا يعني ما بنتكلمش في السياسة قوي، لكن
كلنا بنتمنى ان شاء الله انها غمه وتنزاح على كل بلادنا العربيه، على كل اشقائنا العرب في كل مكان. لكن يعني احنا النهارده بالنسبه لنا بنحتفل بيوم 6 اكتوبر، اليوم دايما اللي زي ما بقول لحضراتكم كل مصري بيفتخر وبيعتز بيه. لو عايز اكلمكم دلوقتي بالظبط، احنا بقى لنا 51 سنه وقت ما كانت مصر بتخوض اشرف المعارك بالنسبه لها. كانت لميادين الرياضه برضو دور تاريخي في اليوم ده. في صباح يوم السادس من اكتوبر عام 73 كان جنود مصر في الميدان بيستعدوا لمعركه استرداد الكرامه، في الوقت اللي كان الشعب المصري بيساهم باكبر عمليه خداع استراتيجي عرفها التاريخ حتى لو من غير قصد. العامل الاساسي هو الشعب المصري مع الجيش المصري وقتها. الفلاح كان في ارضه، وحتى لاعب الكوره كان في ملعبه، وحتى المهندس كان في موقع الشغل بتاعه. كل ده وقت ما كان الجنود المصريين بيفاجئوا العالم كله، مش بس العدو، وبيعبروا قناه السويس عشان يرفعوا علم مصر الغالي. كان لا في لعيبه زي طبعا في غزل المحله والطيران كانوا بيلعبوا على ارض الملعب على مين يكسب نقط المباراه، كانت نقط مهمه جدا في بطوله الدوري الممتاز وقتها. لكن تخيلوا بقى ان المباراه دي اتكتب ليها انها تكون مباراه تاريخيه باعتبارها مش بس كانت الاخيره في موسم سنه 73 بعد ما قرر اتحاد الكوره بعد كده الغاء الدوري والتفرغ بقى للمشاركه في معركه الوطن، لا دي كمان دخلت التاريخ باعتبارها كانت المباراه اللي اتلعبت يوم ولحظه العبور. طيب بلد ايه اللي ممكن تكون بتلعب فيها دوري والكره شغاله عادي جدا وهي داخله حرب؟ بالظبط ده كان المقصود، الخداع الاستراتيجي بكل الوسائل بتفكير جبار من بطل الحرب والسلام الزعيم طبعا رحمه الله عليه الراحل انور السادات. اتلعبت المباراه التاريخيه دي بشكل عادي جدا، وابتدت على ملعب نادي الترسانه امام قلعه ميت عقب امام نادي الزمالك بشكل مباشر. زي ما احنا عارفين الناديين يعني قدام بعض، كانت الساعه 2:30 يعني بعد لحظه العبور بنص ساعه بالتمام والكمال. كان اللقاء ماشي بشكل طبيعي لحد ما لاحظ لعيبه غزل المحله حاجه غريبه يمكن ما حصلتش في تاريخ الكوره قبل كده، وهي ان جمهور المحله كان بيهتف لفريق الطيران بدون اي مبرر طوال احداث الشوط الاول، لدرجه ان الموضوع ده لفت نظر كل اللي كانوا في مقصوره الملعب وفضلوا يسالوا يا ترى ايه السبب، هي الناس دي بتعمل كده ليه؟ وجت بقى بعد كده الاجابه التاريخيه من الجمهور اللي سمع في الراديو وقتها احلى حاجه ممكن حد يسمعها، ويا بخت اللي عاش اللحظه دي بجد. طبعا احنا كلنا يعني اجيال بعد كده، لكن الواحد لما قعد يقرا ودايما بيسمع عن حرب اكتوبر، لا في حاجات وفي مواقف ولحظات تاريخيه لحد دلوقتي لو سالت الناس اللي كانوا عايشين وقتها محدش ابدا بيقدر ينساها اكنها امبارح. سمعوا ايه بقى ساعتها؟ سمعوا بيان العبور الاول واخبار ان المعركه بدات وجنودنا وجيشنا عبروا بالفعل خط القناه ودمروا خط بارليف. فما كان الجمهور الموجود في الملعب بيشجع كان عشان ده، كان عشان ان هو دايما لحظه بلحظه كانوا ماسكين الراديو وكانوا متابعين كل حاجه لحظه بلحظه. غير انها كمان الناس اللي كانت موجوده من كتر ما هي كانت فرحانه كانت بتهتف لفريق الطيران تحيه منهم لدور الطيران الحربي في الحرب دي. النقطه جت من هنا، التشجيع والهتاف من فريق غزل المحله لفريق الطيران وقتها جت من هنا، ان هم عارفين كل حاجه والناس يعني اكننا احنا كنا عاملين دور وكلنا ماشيين فيه، لكن كلنا كل واحد كان ليه دور، حتى الجمهور اللي كان في المدرجات وقتها كان ليه دور. وحكم المباراه كمان يعتبر يعني حاجه في التاريخ بالنسبه له، كان ابن ساعتها محافظه الاسكندريه الراحل كابتن ابراهيم الجويني، واللي قرر بكل حب مع اللي حصل زيه زي اي مصري في الوقت ده، اتفق مع كل اللعيبه لعيبه الفريقين انهم يتفرغوا مع الجمهور للدعاء لجنود المعركه مع استكمال المباراه اللي اصبحت بصبغه وديه طوال احداث الشوط الثاني، لدرجه انه ما حدش يعني سعى للفوز اساسا والماتش خلص وما كانش فيه يعني الحاجات اللي بتحصل في الماتشات اللي كلنا عارفينها
والماتش ساعتها خلص بالتعادل السلبي. كله كان عاوز يخلص ويطلع، كله كان عايز دايما يبقى متابع لحظة بلحظة ويتابع كمان العظمة اللي بتحصل على القناة من الجيش المصري. كمان يوم 5 أكتوبر اليوم السابق بقى للعبور مباشرة، كانت الصحف المصرية بتطبق خطة الخداع الاستراتيجي بحذافيرها، واللي كان بطلها في الجزئية دي أسطورة مصر ونادي الزمالك المعلم كابتن حسن شحاتة. كان في بقى رؤساء تحرير الصحف المصرية وقتها كانوا برضو في بالنسبة لهم أوامر ان هم يفرضوا مساحات أكبر لصفحات الرياضة، وكمان يعني ان هم يذكروا تفاصيل أكتر عن الماتشات. فيعني تغزل بقى الجميع في النجم الجديد الصاعد وقتها، كان كابتن حسن شحاتة اللي بالمصادفة لعب أول مباراة في تاريخه في الدوري مع الزمالك يوم 5 أكتوبر سنة 73. وطبعا كل ده اتغير تماما يوم 6 أكتوبر بالليل في الطبعات بقى المسائية والطبعة الصباحية يوم 7 أكتوبر، لأن وقتها اتحول الاهتمام لفرحة بقى بالعبور بعد وقت الخداع اللي كان انتهى، والكل كان متفرغ للوقوف بجانب أبنائنا على الحدود المصرية. ربما لكن أكيد اتحاد الكرة والأندية المصرية وكل أبناء الوسط الرياضي وقتها ما كانش عندهم علم أو ما كانش عندهم حاجة غير بالنسبة لهم أهم حاجة علم مصر إن هم يشوفوه مرفوع في سماء مصر ساعتها. ويمكن ساعتها برضو عايز أقول لكم إن الناس ما كانتش عارفة أو ما كانوش على علم بساعة الصفر وخطة العبور، لكن دايما الفخر والشرف إنهم بالتأكيد ساهموا ولو حتى بجزء بسيط في الحرب دي، ولو حتى من غير قصد. يعني زي ما بقول لكم كان ناس كتيرة جدا ليها دور في كل المجالات في كل الأنشطة في جمهورية مصر العربية وقتها. والنهاردة بعد 51 سنة على اليوم العظيم ده في تاريخ الأمة المصرية بقى والشعب المصري، ما زال التاريخ وهيظل للأبد بيذكر بكل الحب مباراة المحلة ونادي الطيران، وبالتأكيد مش لأهميتها الفنية أو أحداث المباراة، لكن كونها إنها مباراة كانت في الدوري اللي اتلغى اللي اتحقق فيه انتصار أكتوبر المجيد. فكل سنة وكل شعب مصر العظيم طيب وبخير، جيش وشرطة وقياداتنا المصرية اللي دايما بنفتخر وبنعتز بيها، اللي دايما بيبنوا مصر ودايما بيعمروا البلد ودايما كل يوم في جديد ودايما كل يوم في حلول للمشاكل الناس ودايما كل يوم في منشآت بتخدم أبناء الشعب المصري. زي ما احنا عارفين يعني الحاجات كلها اللي متابعينها على مدار السنين اللي فاتت اللي كانت طبعا تحت إشراف وتحت مسؤولية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا كل المشاريع. ويمكن من الحاجات العظيمة اللي احنا كنا دايما بنتشرف اللي احنا موجودين فيها على مدار الأيام اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت، مدينة العالمين الجديدة اللي اتعملت بأيادي مصرية، اللي اتعملت يعني فكر مصري خالص طبعا مع كل الناس اللي شاركت في المهرجان العالمين وفي مدينة العالمين. شفنا مفخرة، شفنا حاجة بصراحة ما كناش نتوقع اللي احنا نشوفها ببلدنا، لكن هي دي يعني قيمة الناس اللي عندنا، هي دي قيادات مصر اللي احنا دايما بنفتخر بيها، اللي دايما عايزين يشوفوا مصر في أحسن مكانة، دايما عايزين يشوفوا مصر بالشكل اللي احنا عايزينه خلال الفترات اللي جاية أو السنين اللي جاية. فكل التحية لكل الشعب المصري، كل التحية للقيادة السياسية طبعا لجمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومرة تانية وثالثة كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما يا رب في أحسن صحة وأحسن حال. عايز أتكلم معاكم في الرياضيين بقى اللي شاركوا في الحرب، كان من أبناء المجال الرياضي اللي شاركوا في حرب الكرامة الجنرال طبعا كابتن محمود الجوهري، كان كابتن محمود بكر، سيادة اللواء محمد عبد العزيز أبيل، الأسطورة كابتن حمادة همام، اللواء صبري سراج، وكمان الكابتن سمير زاهر، وسيادة اللواء حسام طه، وكابتن هاني سرور، واللواء منير ثابت، والأستاذ سمير عبد الله، وعادل شرف، وعبد الحميد شاهين، وكمان إبراهيم مبروك، ومحمود أحمد علي. فألف تحية وتحية مرة تانية من هنا لكل أبطالنا في هذا اليوم، يوم استرداد الكرامة لجمهورية مصر العربية وللشعب المصري بشكل عام. يعني النهاردة
كنا حابين يعني نتكلم معاكم ونفكركم شويه عن الحرب المجيده والانتصار التاريخي لجمهوريه مصر العربيه. الايام اللي جايه بقى هنرجع للرياضه تاني، وهنرجع للضغوطات تاني، وهنرجع للمنافسه تاني، لكن خلونا النهارده نعيش يوم جميل نحتفي بيه ودايما نحتفل بيه يا رب دايما على مدار السنين القادمه. دلوقتي بعد ما خلصنا بقى مقدمة حلقتنا وبعد ما اتكلمنا معاكم، خليني اقول لكم بقى اخر اخبار نادي الزمالك وخاصة الفريق الاول لكرة القدم بفقرة اقرأ الخبر. نبدأ من عند دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللي اتكلم عن تطورات حالة محمود حمد الونش مدافع الفريق، وقال ان تواجد ثنائي في المانيا خلال الفترة الحالية عشان الونش كان بيخضع لفحوصات طبية أخيرة عشان يطمنوا على اللاعب بعد ما خضع قبل كده لجراحة الرباط الصليبي. وقال دكتور محمد أسامة للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن الطبيب الألماني اللي أجرى العملية الجراحية لمحمود حمد الونش يعني كان اطلع على الخطة التأهيلية والتدريبية للاعب في جميع المراحل، بالإضافة للقياسات الطبية والبدنية اللي خضع عليها اللاعب خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الطبيب الألماني أبدى إعجابه بالبرنامج اللي خاضه اللاعب والنتائج كمان اللي اتحققت على مدار الأيام اللي فاتت. أضاف كمان رئيس الجهاز الطبي أن تم وضع خطة للونش عشان يرجع تاني للتدريبات في نادي الزمالك لكن بشكل تدريجي، ودي هتبدأ عقب العودة إلى القاهرة لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع إن شاء الله. بإذن الله بعديها الونش هيكون جاهز للمشاركة مع نادي الزمالك بشكل كامل. نروح لتدريبات الفريق، وامبارح يمكن تولى الكاميروني أندريا بيكي المدرب العام لفريق نادي الزمالك، وكان معاه الكابتن أحمد مجدي قيادة المران امبارح اللي اتلعب على ملعب النادي استعدادا لبطولة السوبر المحلي. وكمان حصل البرتغالي مستر جوميز على راحة من تدريب امبارح، خصوصا ان مران امبارح شهد التركيز على الجوانب البدنية على ان يقود مران النهاردة بصورة طبيعية مع الفريق. صفقة نادي الزمالك الجديدة الغيني جيفيرسون كوستا مدافع فريق الزمالك اللي انتظم في التدريبات الجماعية امبارح السبت على ملعب النادي، واستأنف الزمالك تدريباته امبارح على ملعب النادي بعد حصول اللعيبة على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي. في نفس الوقت شارك السنغالي سيدي نداي في التدريبات الجماعية للفريق، وهيستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. الجهاز الفني امبارح كان خصص للعيبة فقرة للتدريبات البدنية في التمرين، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للعيبة بعد العودة من فترة الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي، وأدى لعيب الفريق العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال. لاعبنا الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق كان غاب عن مران امبارح على ملعب النادي، وده بسبب انضمام اللاعب لمنتخب فلسطين استعدادا لخوض مباراتي العراق والكويت في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم. اكيد بنتمنى كل التوفيق للاعبنا عمر فرج، وان شاء الله يرجع بشكل كويس مع نادي الزمالك لبطوله السوبر المصري في الايام اللي جايه. نروح بقى لمحمد صبحي حارس مرمى الفريق اللي خاض امبارح تدريبات خاصه تحت قياده لويس بيسنتي مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، وفي سياق متصل ادى محمد عواد تدريبات بدنيه مع اللاعبين خلال مران امبارح في اطار البرنامج التدريبي الموضوع للفريق بشكل عام. امبارح في تمرين نادي الزمالك كان موجود دكتور حسام المندوق امين صندوق نادي الزمالك، وكمان رامي نصوحي عضو مجلس الاداره اللي كانوا
حريصين ان هم يبقوا موجودين في مران الفريق عشان يهنئوا اللعيبه واعضاء الجهاز الفني بعد الفوز ببطوله السوبر، وكنوع من انواع الدعم الكبير للفتره اللي جايه ولاكيد بطوله السوبر المصري اللي اكيد خلاص زي ما احنا قلنا قفلنا صفحه السوبر الافريقي، وهنركز الفتره اللي جايه في بطوله السوبر المحلي، وان شاء الله باذن الله رجاله نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك قدها ويقدروا يفرحوا جمهور نادي الزمالك مره ثانيه. كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بنادي الزمالك كان ليه جلسه مع احمد فتوح الظهير الايسر للفريق على هامش مران امبارح، واطمن مدير الكوره من فتوح على جاهزيته للفتره اللي جايه، وكمان طالب اللاعب بالتركيز في التدريبات تمهيدا للعوده للمباريات خلال الفتره اللي جايه. يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى ان فتوح، يعني طبعا اكيد كان الموضوع صعب الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمه وربنا يوفقه ويخرج من اللي هو فيه في اسرع وقت، لكن انا عارف ان الموضوع ده صعب جدا، لكن ان شاء الله باذن الله يعني يحاول يخرج نفسه من الحاله اللي كان موجود عليها خلال الشهور اللي فاتت، وان شاء الله يرجع مع نادي الزمالك ويفرق مع نادي الزمالك كعادته خلال الفتره القادمه. نروح لاحمد ايشو لاعب وسط الفريق اللي امبارح كان ليه تدريبات تاهيليه على هامش المران، وخاض اللاعب التدريبات تحت اشراف علاء رجب مدرب الاحمال بالنادي عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفترة القادمة. نختم اخبارنا الزملكاويه من عند نادي الزمالك اللي تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكره القدم بيختاروا خلاله باستدعاء 5 لعيبه من فريق 2005 بالنادي لمعسكر منتخب مصر للشباب لنفس المواليد، ووفقا للخطاب تم استدعاء كل من محمد ابراهيم الظهير الايمن واحمد مجدي مدافع الفريق وحسن ابو المعاطي الظهير الايسر ومحمد السيد لاعب الوسط. يعني اغلب اللعيبه دي كلنا شفناهم مع الفريق الاول سواء مجدي سواء محمد السيد او حتى حسن ابو المعاطي، كمان انس وائل الجناح الهجومي انضم للمنتخب الوطني لمواليد 2005، وهينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر خلال الفتره من 6 اكتوبر وحتى يوم 16 من نفس الشهر استعدادا لتصفيات بطوله كاس الامم الافريقيه. اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل لاعبي نادي الزمالك مع مستر ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الوطني للشباب. بعد ما خلصنا اخبارنا الزملكاويه اكيد هنقول لكم اخر اخبار الكره العالميه، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا. بعد ما خلصنا اخبارنا العالميه واخبارنا الزملكاويه خلونا بقى دلوقتي نروح للقطة جميلة جدا جدا جدا، غرفة زملكاوية 100%. خلونا نروح نشوف اللقطة ونرجع مرة ثانية. عينيا دي ما بتشوفش غير صوتي ما يخدمش اللي تشجيع وفخر الجماهير، وده اللي انا اتربيت عليه. النادي ده اتعلمنا منه يعني ايه كلمه وفاء، تاريخه عايش يحكي عنه الزمالك يعني ابتلاء. عمري كله رجعنا يا دودو ترجمة
طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك يعني لحد دلوقتي ملوش غير فرع واحد، فرع ميت عقبه، لكن اللي هي الحقيقه ان نادي الزمالك عنده فروع كتيره جدا في كل محافظه في مصر وفي كل حته في مصر. جمهور الزمالك وده حب جمهور الزمالك، يعني ما حد يعمل بيته بالشكل ده او بالطريقه دي. انت تحس انها غرفه نادي الزمالك الاساسيه اللي موجوده في النادي، وهو ده بيوريك حب وشغف جمهور الزمالك دايما اللي مرتبط بحب نادي الزمالك. بنحيي بصراحة الأستاذ صالح السيسي، يعني هو ده بيته وكان عاملها مفاجأة للناس كلها زي ما انتوا شفتوا. وبنحيي وبنشكر أي حد زملكاوي بيحب نادي الزمالك بهذه الروح والطريقة الجميلة اللي كلنا بنسعد دايما وبنعتز بيها. وإن شاء الله دايما يا رب نادي الزمالك يفضل يفرح جمهوره ويسعد جمهوره خلال البطولات القادمة. دلوقتي تعالوا نظبط ساعتنا مع بعض عشان نروح نتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم. اهلا بيكم في الشارع الابيض، وموضوع حلقتنا النهارده كان بيتكلم عن نوجه رساله لقائمه نجوم نادي الزمالك وكره القدم المصريه الذين شاركوا في انتصار اكتوبر المجيد. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند حامد السعداوي. بنصبح عليك يا حامد، وبيقول نادي الزمالك دائما وابدا هو نادي الوطنيه والكرامه، لانه بيملك رجال وابطال سطروا اسمهم في التاريخ بأحرف من نور. وكل التحية والشكر لكل من ساهم في انتصار اكتوبر المجيد، ورحم الله كل شهداء الوطن. كرولوس ناصر، بنصبح عليك يا أستاذ كرولوس، بيقول رسالتي ليهم بقول لهم أنتم أبطال وليكم كل التحية والتقدير، وشكرا ليكم جدا على كل ما قدمتموه من أجل الوطن. اللواء قابيل وثعلب الزمالك النجم الكبير كابتن حمادة إمام رحمة الله عليه، شكرا جدا ليكم وتحياتي ليك. بشكرك جدا يا أستاذ كرولوس. أيمن الفيومي بيقول كل التحية لأبطالنا أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر العظيم، أبطال سطروا بأرواحهم ودمائهم أروع القصص البطولية، واستردوا أرض سيناء الحبيبة من أيدي المحتلين الغاشمين، وكان لأبطال نادي الزمالك دور عظيم في هذه الملحمة، وعلى رأسهم اللواء عبد العزيز قابيل والكابتن حمادة أمام وكمان الكابتن محمود الجهري وغيرهم كتير من أبناء نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة على مر التاريخ. وتحياتنا ليك يا أستاذ أيمن، وأكيد بإذن الله بنتمنى يعني كل الأمنيات الطيبة خلال الفترة اللي جاية لنادي الزمالك. هنتكلم بقى في الفنيات ونتكلم في احداث نادي الزمالك القادمه مع الناقد الرياضي الاستاذ كريم عماد في نهارك ابيض بعد الفاصل. بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، منورني ومشرفني الناقد الرياضي الأستاذ كريم عماد. يا أستاذ كريم صباح الفل ونهارك أبيض. صباح الفل يا أستاذ خالد، منور. نورنا في قناة نادي الزمالك. في البداية عايز أبتدي معاك، يمكن قرعة الكونفدرالية بكرة إن شاء الله بطولة مهمة، نادي الزمالك أكيد داخل فيها وعنده طموحات كبيرة جدا إن هو إن شاء الله يحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. شايف مين من وجهة نظرك ممكن يقع مع نادي الزمالك في المجموعة؟ والله يا بطوله الكونفدراليه الزمالك اعتاد عليها في الفتره اللي فاتت دي، خصوصا ان احنا هي اللي رجعت الزمالك للبطولات تاني باللقب اللي فات دوت، فلعبت الزمالك خلاص اتمرست على بطوله الكونفدراليه شويه. الفرق الكونفدراليه هي معدوده برضه، يعني نهضه بركان طبعا هيبقى موجود، بس النسخه دي
ممكن نقول عليها اصعب شويه. اه طبعا. آه. هي عامه الكره في افريقيا كل سنه بتتطور يعني. صحيح. السنه اللي فاتت مش زي السنه دي، مش زي اللي جايه. صحيح. الكره في افريقيا اتطورت كتير جدا بسبب الاكاديميات الاوروبيه الكتير اللي فتحت في افريقيا. فانا احنا هنبقى ضد بقى فكره انها معانا مجموعه سهله، معانا فرقه تصنيف ثالث، فرقه تصنيف لا بالنسبه لك مفيش الكلام ده. لا لا خلاص بقى. آه. احنا اعتاد يعني امم افريقيا في فرق المنتخبات ما كناش نسمع عنها خالص وصعدت لحد نص النهائي. كان حد توقع انها تعمل الاداء ده؟ فافريقيا خلاص يعني حته بقى مبدا ان انا هلعب باسمي وان انا رايح ان انا كبير القاره وانا معتاد على صحيح. خلاص الموضوع ده خلص. افريقيا خلاص دلوقتي بقى في يعني انتفاضه افريقيه، لعيبه سواء بتلعب في افريقيا او سواء في اوروبا بقت حاجه تانية خالص. كان في لعيب لو تفتكر السنه اللي فاتت كان تقريبا في فرقه في الكونفدراليه وراح راح راح نادي برشلونه تقريبا. انا سمعت عبد العزيز عيسى باين تقريبا صح كده. وفي احنا الزمالك المدافع الافريقي اللي الزمالك جابه اللي هو من اصول غنيه اصلا اللي بيلعب في اكاديميه بورتو هو من اصول غنيه اصلا. جيفرسون كوستا. اه بالظبط. انت بتيجي ترجع تجيب لعيب عنده 19 سنه. لا يعني بطوله زي دي انت شوف بتخرج لعيبه بتوديها فين. ايوه اكيد. آه. او يعني افريقيا السنغال عامه مشروع السنغال اللي اتعمل اللي اخدوا بيه امم افريقيا دوت مكسر الدنيا. شوف مثلا منتخب المغرب كل لعيبته من اكاديميه محمد السادس. صحيح. سواء المحترفين او سواء اللي في المنتخب المغربي. صحيح. ففكره بقى ان انا مش هطور من نفسي هروح باسمي اظن صعبه شويه. انت شايف نادي الزمالك هيدخل البطوله؟ لا كل الاحترام لكل الفرق. بص اقول لحضرتك حاجه، الزمالك دلوقتي بقى يدي دروس في حته ان انا لازم احترم الخصم دي، يعني خلاص انت شفت السوبر الفرده اللي كانت مفروضه الزمالك كسر الشوكه دي فهو مش هيتلسع من الحاجه اللي عملها فخلاص. لا نادي الزمالك انت خلاص. الناس كلها شافت ان لو هيلعب بشخصيه الزمالك واللعيبه لو هتلعب بامكاناتها الطبيعيه يعني انا عايز اقول لك انا كنت بتكلم مع كذا حد من اصحابي يعني على جون الزمالك. هو جون الزمالك مش ملعوب، جون الزمالك مرسوم. صحيح. مرسوم. هو كره راحه يعني ناصر منسي كنا بنتحايل عليه يقطع القريب. تخيل ناصر منسي يعني يضحك على اللاعب ويلف من وراه والكره جايه له يا دوبك لمسها مهاجم. الكره دي خد بالك مهاجم وفي ناس خدت بالها في الماتش اتكررت كذا مره بس كان في تضييق مساحات شويه لسيف الجزيري وسيف الجزيري من النوع اللي هو ممكن ما بيقطعش زي ناصر. انت عارف كل مهاجم بيبقى ليه مميزاته يعني. فناصر هو تحس نازل هو عارف احنا بنلعب عليه وعارف ان الجمله دي متحفظه عملها ربنا وفقه. ده معناه ان اللعيبه اتكلمت كتير قوي مع بعض. صحيح. يعني ان يكون ناصر منسي يلعب كوره زي دي وانت برضه لو خدت بالك من الجون ان عمر جابر دي كانت تاني كوره في الماتش كله يتقدم. بالظبط. عمر جابر في ظل ما احنا كنا خسرانين شويه. وعاملها بالمقاس كمان يا كريم يعني مش مثلا اوفر عالي او كروس. هي ملفوفه. آه. مش كروس وخلاص يعني. لا يعني عمر جابر كمان انا كنت مستغرب جدا يمكن كنا يعني شده الماتش مش فاهمين طبعا دماغ جوميز مش فاهمين اللعيبه كانت عايزه ايه. كان الزمالك خسران عمر جابر ما بيتقدمش. طب انت ايه اللي الزمالك برضو كان حريص لا انا مش هيجي فيها تاني لان انا عندي هتعادل وهكسب. صحيح. فعقيده الزمالك او اللعيبه في الماتش ده لا كانت في حته ثانيه. فاجئك انت الزمالك في حته ثانيه. لا لا هو مش فاجئني انا كنت اتمنى طبعا الزمالك بالمنظر يعني كنت اتمنى الزمالك يلعب بالروح دي واتمنى ان الزمالك يلعب على طول يستمر. بالظبط. لان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا. انت ممكن طول ال 90 دقيقه انت بتلعب طول ال 90 دقيقه انت بتروح سوء التوفيق يعني. فاكر ماتش الكاس؟ اه بالظبط. يعني هو قصة في الأول وفي الآخر يا كريم راح بكرة. التوفيق لو معاك أهم عامل في كرة القدم عموما يعني. أنا في حاجة برضو يعني هو التوفيق طبعا عامل كبير جدا في الماتش ده بس مش ال 11 لاعب اللي لعبوا هم دول اللي جابوا البطولة. أنا عايز أقول لك أنا اتفاجئت بالدور الرئيسي لشيكابالا. شيكابالا فكرك بدور كريستيانو فاكر في اليورو لما كان واقف. مش فاكر لو كان في ماتش في البرتغال يعني. لا شيكابالا كان في البطولة دي. لا يا جماعه ده بيدي دروس ل 100 سنه قدام لعيبه الكوره تتعلمها. شيكابالا مش همه كريم يلعب ولا ما يلعبش، هو همه هو عايز الزمالك يكسب. تخيل بس. يعني بطوله سوبر معلش. تخيل شيكابالا كمان اللي يعمل الكلام ده. بالظبط. اللي يعني كان ليه مواقف قبل كده كتير ان هو كان يزعل بس. شيكابالا دلوقتي نضج رهيب، لا شيكابالا في حته ثانيه، يعني شيكابالا دلوقتي انا عايز اقول لك اخر سوبر مثلا هو خلاص قرر الاعتزال طبعا للاسف يعني وان شاء الله احنا يعني نتمنى ان هو يتراجع في القرار ده بس شيكابالا مرتبط بالزمالك، مش مجرد ان هو ممكن يبعد عن مس السحر المستديره بس على الخطوط شيكابالا موجود. مش فاكر ما يبعدش عن الزمالك. فاكر شيكابالا لما كان ساعات بيتغير كان ليه كذا مشكله شويه وكان بيزعل ان هو وعايز يفضل موجود. أكيد. عايز يكمل عايز يعمل بيحب حاجه. بالظبط. بيحب يبقى بيحب موجود الملعب. عايز يبقى ليه دور عايز يجيب اهداف عايز يكسب الفرقه. بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه برضو شيكابالا في حته اللي هو استحمل كلام الاعلام والصحافه ان في مشاكل بينه وبين جوميز يعني فاهم في كان كتير جدا يقول لك جوميز في مشاكل مع شيكابالا مش عايش شيكابالا ازاي مش مين مش عايش شيكابالا هو اعلام في بعض الاوقات كان دايما بيقول كلام سلبي عليه. بالظبط. يعني كنا بنيجي نتكلم حاجه مين ما يحتاجش شيكابالا في فرقته. شيكابالا كان في البطوله دي انا توقعت ان هو ممكن يبقى في مشكله ان لا ازاي انا اخر بطوله سوبر وخلاص اعتزل لا انا لازم اشارك طب حتى اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق لا شيكابالا ما عملش كده. شيكابالا كان بيحمس اللعيبه. شيكابالا لما الجون جبت على ناصر منسي اول لاعب راح على ناصر منسي كان شيكابالا.
لا دوره دور كان في كورنر حتى لزيزو لو تفتكر شفت في المباراه، واول واحد جري وراح مخبط على زيزو. لا شيكابالا كان قايم بدور كبير قوي قوي. شيكابالا خارج المقارنه، في ناس كتير جدا بتحاول تنتقد شيكابالا او ان هي عايزه تلمس في نجوميه شيكابالا. لا انا عايز، انا ما حدش شايفني ما حدش عارفني، فانا هروح بقى اتكلم على شيكابالا فاخد جزء عشان يترد عليا الكلام ده، ويكلموا كمان يعني في كمان ناس بتتكلم على سنه. لا شيكابالا السن، شيكابالا كل ما يكبر بيحلو. شيكابالا انت بتتكلم دلوقتي معلش وهو في سنك كان شايل فرقه بطموحات جماهير على منصه البطولات، انت دلوقتي في عز شبابك، كنت يعني فضلت ترقص على السوشيال ميديا عشان تلم فلوس الغرامه. انت ما ينفعش تعمل شيكابالا. موضوع السن ده كمان دلوقتي ما بقاش مقياس بالنسبه لاي حد بيشجع كوره. احنا بنشوف شيكا، عبد الله السعيد وقبليهم، يعني انت عندك كابتن احمد حسن مثلا، هو بطل كوره عنده كام سنه؟ كابتن حسام حسن بطل كوره عنده كام سنه؟ كله كان 35 مثلا يعني. كريستيانو لحد دلوقتي مع النصر لسه وشايل فرقته. فانت ما تجيش، لا في طموحات، اللاعب ده عنده طموحات، عنده اهداف، اللاعب ده عارف قيمه نادي الزمالك، عارف قيمه جماهير نادي الزمالك، عارف قيمه هم دول اللي جابوا البطوله؟ اكيد دول رقم واحد. الجمهور العظيم دول رقم واحد. يعني انت تحط جمهور الزمالك وبعدين تحط ال 11 لاعب اللي هينزلوا ياخدوا حماس الجماهير ده ويترجموا لاهداف. حتى خدت بالك من كلام اللعيبه وشيكا وكل اللعيبه اتكلمت بعد الماتش انها ما بالنسبه لهم الجمهور كان هو الهدف. بالظبط الجمهور كان هو الحافز بالنسبه لهم. الصوره اللي قال عليها ال 600 فرد اللي كانوا قاعدين في اوضه هي اتنشرت الصوره دي. يعني معنى كده ان جمهور الزمالك واللعيبه الاثنين هدف واحد ومش بعيد عن بعض. يعني دي حاجه حلوه جدا. يعني انت بتتكلم في نادي اللعيبه والجماهير على نهج واحد، اللعيبه والجماهير على طريق واحد. ما تلاقيش مثلا، يعني انا عمري ما شفت جمهور الزمالك في ظل مثلا مستوى وحش، عدم تحقيق بطوله، تخرجت من كاس مصر في صحيح. بطوله انت كنت ممكن تحققها، ما شفناش الجمهور بيهاجم. تاني ماتش على طول تلاقي جمهور الزمالك موجود بنفس الاعداد، ده لو ما زادش. يعني انت فاكر ده مختلف بقى في الجمهور جدا، ان انت حتى في اسوء حالاتك هو بيزيد ما بيقلش. طب انا عايزك حاجه، بطوله الكونفدراليه اللي فاتت دي قدام نادي البركان شفت الجمهور كان يوم ده كان يوم انا ما اعرفش انت كنت موجود في المباراه ولا موجود طبعا. يعني انا دخلت من بره لحد بس جوه في 4 ساعات بالظبط. طب انا كنت موجود في دي كتر ما الجمهور خد بالك الناس كمان اللي كانت بره الاستاد اكتر من كانت جوه كتير. انا بقى كنت موجود كمان في النهائي الكونفدراليه كان في برج العرب في رمضان ده يوم برضو خد بالك ما يتنسيش ما يتنسيش. انا عايز اقول لك انا دخلنا يعني دخلنا قبل الفطار، انت فطرت جوه واتسحرت وبعد جوه كل حاجه عملتها أيوه. في الاستاد انا دخلت اتفاجئت ان احمد عبد الملك قاعد بياكل جوه بيفطر جوه في لعيبه من الزمالك كانت موجوده زي الماتش ده صلاح سليمان لما كان موجود في المدرج. يعني شوف صلاح سليمان بحجم اللاعب كوره في نادي الزمالك قاعد في المدرج خلاص، انا مشجع انا مع الكيان ده بيختلف طبعا. انا عايز اقول لك برضو في حاجه، عبد الله السعيد شفت عبد الله السعيد بعد تاتوك بطوله؟ لا شفت فرحته، شفت النيرف. انا بقول لك يعني شفت النيرف عبد الله السعيد. انا ما شفتهاش بصراحه في تحقيق بطوله بالنسبه لعبد الله مع اي نادي، يعني مع انه لاعب بطولات كان دايما بياخد بطولات عادي بيبقى فرحان بس ده لاعب دولي، ده لاعب دولي اخد بطولات محليه واخد بطولات مع المنتخب. شفت الصرخه اللي بيطلعها والطريقه وحتى تصريحه كمان في الماتش. لا عبد الله السعيد شرب زمالك، هي زي هو الزمالك كده تحسه مولود في النادي خلصت خلاص. الزمالك طالما انت دخلت اوضه اللبس شفت الجماهير اتعاملت مع الجماهير شفت الحب اللي خلصت. في لعيبه لعبوا للفرقتين سواء هنا او هنا هو انتمائه ولا كله في الزمالك خلاص. مع انه لعب الناحيه الثانيه وشاف الناحيه الثانيه الجماهير وشاف الفلوس وشاف الاستقرار بس جه الزمالك خلاص بيضحي باي حاجه عشان خاطر الزمالك، منهم عبد الله السعيد دايما خد بالك على مدار التاريخ اللعيبه اللي بتلعب في ناديين بس ممكن اللعيب اللي كان بيلعب في الاهلي الاول وبعد كده بيجي الزمالك بتلاقيه بيقدم مع الزمالك اللي ما قدموش مع الاهلي. بالظبط وامثله كتير عندك حسين ياسر المحمدي مثلا لو فاكر فترته طبعا أكيد. عندك يعني عبد الله طبعا بحكم الفتره اللي كان موجود فيها النادي الاهلي قبل كده الوقت اللي كان موجود اي حد خد بطوله ساعتها يعني مش عبد الله بس دلوقتي عبد الله اول بطوله بيحققها مع نادي الزمالك بعد 4 5 سنين بعيد عن نادي جماهيري. عبد الله عبد الله كان محتاج الزمالك جدا، يعني فترته في بيراميدز طبعا كانت الدنيا معاه استقرار وماديا والكلام ده بس هو كان محتاج الزمالك. اي لعيب مهاري او لعيب بحجم عبد الله السعيد ماديات مش بتبقى هي الرقم واحد، عايز قوي يعني عايز الشعبيه. انا لاعب كوره كبير فمش همشي مثلا، يعني في لعيبه كتير جدا قدرت تحقق فلوس. يعني انا كنت شايف مثلا بس فين دلوقتي؟ فين من النجوميه؟ حتى لو اعتزل فين من النجوميه ولا في لعيبه صغيره بس فين من النجوميه وفين من منتخب مصر؟ مفيش. يعني انا شايف ان ابراهيم عادل مظلوم في بيراميدز. ابراهيم عادل لا اما يحترف لا اما لا يروح يجي لنا احنا في الزمالك. احنا محتاجين رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني بعد ما كان نجم المنتخب وكسر الدنيا ما تعرفش برضه وجهه نظره ايه. طبعا الفلوس حاجه مهمه لكن زي ما انت بتقول مش دايما هي بتبقى الاهم في الكوره بالذات في كل الاوقات. بالظبط. يعني هو اللعيبه المهاريه اللعيبه الكبيره
هو انا عايز الجماهير، انا عايز دول بالظبط. اصل في لعيبه ما بتعرفش تلعب غير تحت ضغط بالظبط. يعني في لعيب مثلا، يعني مثلا لما راح مصطفى فتحي في الفتره اللي فاتت دي مستوى كويس، بس اول ما راح بيراميدز وسط الزمالك ما كانش مصطفى فتحي، مع انه كان في الزمالك حاجه ثانيه يعني. ففي لعيبه لا انا عايز الجمهور. عبد الله السعيد اختار صح في الاخر لما اختار ان هو يختم حياته ويكون موجود في نادي الزمالك. وهي كانت رغبته لو تفتكر في كتير من زمان وهو نادي الزمالك، اول ما مشي يعني. اصلا هو كان المفروض يجي الزمالك، بس طبعا كان في تدخلات والكلام ده كله كانت اكبر من طموح او من عبد الله السعيد. قبل ما ادخل معاك في السوبر المصري ولسه هسالك، شايف ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك ممكن يعمل ايه؟ خليني اتكلم معاك برده في الكونفدراليه شويه. تمام. شايف مين من الفرق ممكن تنافس الزمالك بشراسه يعني في البطوله دي؟ لا كتير، انا شايف ان اسك نهضه البركان. نهضه البركان دايما بيوصل للكونفدراليه بتاعته، يعني هو بطولته المفضله اللي بيشارك فيها. نادي الزمالك بس هو اللي دايما بيعكن عليهم فكان الموضوع صعب طبعا. فلا انا شايف ان طبعا نهضه البركان ده منافس اساسي، اسك منافس اساسي، المصري مش هيكون برضو ضيف شرف بالظبط. وانا افضل على فكره وقال المصري معانا في بطوله الكونفدراليه في نفس المجموعه، بس حاجه بتزعلنا يعني زي ما كان مودرن فيوتشر معاك السنه اللي فاتت. بس انا اقول لك على حاجه، انا هقول لك وجهه نظري. انا وجهه نظري اولا المصري والزمالك لما يكونوا هما الاثنين في مجموعه واحده هتسهل عليك موضوع السفر. بالظبط، هتسهل معاك موضوع السفر، عناء فريق انت خلاص حافظه، مفيش سفر في افريقيا، مفيش تحضير الماتش قبلها بثلاث ايام، مفيش ترتيبات بعثه، ده رقم واحد. تاني حاجه ان المصري كمان داخل تصنيف تاني مش تصنيف تالت، فهو هيبقى من ضمن الفرق اللي هي القوية اللي بعد التصنيف الاول، فهو تصنيفه تاني، فمعنى كده التصنيف الثالث والرابع اللي معاكم في المجموعه فرق يعني في المتناول، مش هنقول سهله. التصنيف قدامنا هو اللي حضرتك بتتكلم عليه. بالظبط كده، يعني شوف المصري في التصنيف الثاني، عارف لو المصري كان تصنيف ثالث لا انا مش عايز المصري، فاهمني؟ لا خلاص يبقى ده نبص المصري هتلاقيه في التصنيف الثاني. ف خلاص خد بالك برضه التصنيف الثاني فيه نادي الصفاقسي التونسي اسك، فانت برضه انت عارف برضه احنا ماتشاتنا بتبقى مع شمال افريقيا بتبقى صعبه جدا، صعبة يعني صعبة. بدل ما تروح الجزائر او عشان كده بقول لك احنا لما نواجه المصري فريق انت معتاد عليه عارفه، مفيش عناء سفر، مفيش ميزانيه كبيره، وفريق كمان مصري زي فيوتشر كده السنه اللي فاتت قدرت تحسم معاه في الماتشين بالظبط ست نقط يعني. والمصري طبعا مش فريق ضعيف برضه، بس انت الفرق التصنيف الرابع عامل تدعيمات كمان الموسم ده وعلي ماهر معاه، يعني معاه مدرب كابتن علي ماهر ارحم مسافر ابيجان او مالي كده الجزائر. ما تعرفش بقى الملاعب هناك كمان يعني انت لا وجمهور كمان لا جمهور افريقيا بيبقى لا انا قصدي مثلا الجزائر فرقه زي الصفاقسي التونسي مثلا ضغط جماهير عليك شديد جدا. فانا شايف لا لما انت هتلعب مع المصري فريق انت عارفه، كمان جوده الملاعب عندنا في مصر تختلف عن افريقيا، انت لما تروح تلعب في افريقيا يعني خلاص بقى ربنا يكفينا شر الاصابات، يعني عايزين الونش يرجع ويرجع سليم ونكمل باللعيبه بتاعتنا كلها، فنبعد عن اطار الاصابات. ملاعب افريقيا برده بتبقى تقيله، فخلاص يعني من وجهه نظرك بقى فنيا الزمالك قادر؟ طبعا الزمالك معنويا حتى بسكواد اللعيبه اللي موجوده بالتدعيمات الجديده بالاستقرار اللي عايشه الفريق مع الجهاز الفني، كل دي حاجات برضو ايجابيه بالنسبه لك. يعني بص انا عايز اقول حاجه برضو، هو الزمالك دلوقتي عنده دفعه معنويه ممكن تبقى تخليه فنيا لو هو 60 تطلعه ل 80 الدفعه المعنويه اللي موجود فيها. صحيح. الدور بقى الاساسي واللي انا متاكد ان هو بيحصل دلوقتي في اوضه اللبس هو دور عبد الله السعيد ودور شيكابالا ودور زيزو ودور حمزه المسلوسي، دور كبير جدا في اوضه اللبس. الاربعه دول هم دول اللي هيقدروا يخرجوا اللعيبه، خلاص الكاس خلص، السوبر خلص، احنا مش احسن فريق في افريقيا، احنا فريق بينافس، لازم يبقى عندهم العقيده دي. لو عدوا وقدروا يتجاوزوا فرحه ماتش السوبر الزمالك قادر يحقق السوبر افريقيا وقادر ينافس في الكونفدراليه. يعني لعيبه كبيره، لعيبه دوليه، شخصيات كبيره، عارفين عبد الله السعيد، شيكا، عمر جابر، الناس دي كلها محققه بطولات، فبالنسبه لها هي انا مش بحقق بطوله وبقف عندها، لا خلاص البطوله حققتها افرح واتبسط لكن خلصت. بس البطوله دي استثنائيه، ده الاهلي وانت خدت منه سوبر زي ما انت شايف دي لقطات امبارح من تدريبات الفريق، اللعيبه نزلت برضو للتمرين خلاص يعني في شويه من اكيد ده كويس على فكره مش وحش لكن في تركيز في جديه، اللعيبه برضو مركزه، ولسه خد بالك انت السوبر المصري يعني لسه بتتكلم في حوالي 12 يوم على مباراه بيراميدز، فلسه في وقت يعني مش هينفع ان انت كلعيب تشد من دلوقتي يعني، فاهم قصدي؟ ان انت تشد نفسك وتضغط نفسك وتركز مش من دلوقتي اكيد يعني. اكيد لو كمان في جوميز عندنا جوميز من المدربين، انا يعني اتعاملت معاه في اكتر من مؤتمر صحفي شفت كذا حاجه ليه، جوميز من المدربين اللي هو بيقدر يطلع من الانتصار بسهوله جدا يعني هو ممكن يقعد لو خسر ماتش يقعد على الماتش ده اسبوع معسف اللعيبه، اسبوع شادد الدنيا، انما مثلا كسب ماتش لا جوميز بيعرف يتجاوز فرحه المكسب. كان في اخبار كمان برضو ان جوميز بيحاول ان هو يحط
بند في لائحه الزمالك الموسم الجديد، اللعيبه لو اتخصم منها من المرتب لو ما خدتش بطولتين في موسم واحد. دي كانت اقوال بتتقال من جوه الزمالك حاجه زي كده. فانا كان الراجل جاي يجيب بطوله. وجوميز كمان من هوات ان ما بقاش عندك لعيبه كتير في النادي. يعني مش عايز القائمه كامله، هو بيحب المجموعات الصغيره. هو ما بيحبش غير كتير قصدك بالظبط، حتى في التشكيل. لا مش التشكيل بس، اللي هو يعني جوميز قائمه اللعيبه يعني. قائمه اللعيبه هو مش عايز ال 30 كلهم. مش عايز 30 سوبر، مش عايز، هو عايز يتحرك في 3 24 لعيب بكتير قوي مثلا يعني. والباقي يطلع ويصعد من قطاع الناشئين. دي كانت كويسه جدا يعني. يمكن هو استحمل هجوم السنه اللي فاتت لما صعد من الناشئين وكان مريح اللعيبه الكبار. هو لان هو عايز يطلع من الناشئين دول، هو كان عنده ساعتها ازمه قيد، مش ضامن القيد هتفك او لا. فبالتالي هو هي بص برضه ناس الجمهور كان زعلان شويه، انت عارف من بطوله كاس مصر. اكيد. وبطوله كاس مصر انت قبليها اساسا انت ما كنتش عارف البطوله هتتلعب مش هتتلعب، في ناس تقول لك هتتلغي، طب هتتاجل. فالراجل اتفاجئ بعد ما الناس خلاص خدت الاجازه، وهو كان مركز برضه في الفتره دي السوبر الافريقي، في السوبر الافريقي اللي انا وجت بنتيجتها زي ما انت شفت. عبد الله راجع فايق، ناصر راجع فايق، مصطفى شلبي، زيزو، هو برضه الراجل يعني مش بيعمل حاجات عشوائيه يعني. الزمالك استعد لبطوله افريقيا. وعايز اقول لك على حاجه، هو فعلا ده كان الصح، ان كان انت خلاص الدوري ما كنتش عايز منه حاجه. الدوري انت كده عندك كمان 4 لعيبه في الاولمبياد. بالظبط. يعني انت الزمالك احنا كلنا كجماهير، صحفيين، لعيبه، كله كان بيبص على السوبر الافريقي. ما كناش لا باصص على دوري ولا باصص على كاس. كله مركز انا عايز اخد السوبر ومن الاهلي. فطبعا كان عنده حق، وهو ترجم كل دوت في يوم ماتش الاهلي. فكل اللي فات ده خلاص عدى، دي بطوله موسم جديد، عندك ماتشات جديده، عندك طبعا هيرجع لك باحمد حمدي دفعه قويه جدا، عندك الونش لما يرجع كمان. فلا احمد فتوح، احمد فتوح طبعا هو فتح موجود، وان شاء الله طبعا هيشارك. لا انا بقول لك يعني ان شاء الله بيرجعوا تاني في التشكيله ويبقوا موجودين مع مصر. كل دي اكيد اوراق خيارات، قدامه خيارات كتير يعني، اوراق مهمه، لعيبه دوليه كلها. بالظبط. لا كمان عايز اقول لك بنتايك هو يعني الصفقه اللي تظهر في اول 10 دقايق دي نادرا لما تشوفها. وضغوطات واجواء غريبه، ده لاعب جابه من المطار يلعب ماتش نهائي سوبر كار، ماتش ببطوله. فبنتايك نزل، انا اتفاجئت بمستواه طبعا، ثقه، اداء، جراه، مترجم مع وشه على المدافعين، مترجم مع اللعيبه. مفيش مثلا يعني الحته اللي وراه مش فاضيه لما بتقدم، لا وراه حد مغطي في نص الملعب، هو لما بيلاقي دونجا مثلا في نص الملعب بيرجع هو يقفل معاه. فلا كان بنتايج دخل في اجواء الزمالك، دخل، ده لاعب دولي، ده لاعب دولي. عايز اقول لك كمان على مدار الموسم، خدها مني يعني، مستر جوميز ممكن يوظفه في مركز ثاني غير الباك ليفت طبعا، يعني ممكن تلاقيه مساك مثلا في هو لا هو ممكن في بعض من الماتشات مثلا. لا من نص الملعب ممكن مستر جوميز بيحب شويه اللعيبه، لعيبه الكوره زي فتوح، ناصر، عبد الله. وبعدين نص الملعب بتاعنا كتير، نص الملعب شحاته واحمد حمدي طول ما يرجع او شحاته طبعا لعيب كبير جدا. بس في ماتشات بتبقى اكبر من سنه، مش اكبر من امكانياته، لا امكانياته كبيره جدا. بس شحاته لسه بيلعب بروح المدرج، اللي هو انا لا انا هنزل واموت نفسي واروح واجي. في ماتشات بتبقى عايزه تلعب على الواقف. دي بيعملها عبد الله السعيد بخبرات قصدك يعني. دي عبد الله تلعب بدماغك اكتر ما تلعب بالحماس اكتر يعني. في لعيبه بتنزل بالحماس، لا انا هنزل تاكلينج وهخبط الماتش مش عايز كده. الماتش عايزك تبقى هادي. عبد الله السعيد لو شفت الحته بتاعته مع جوميز الجديده، عبد الله السعيد بيربط الدفاع بالهجوم. عبد الله السعيد قادر كمان ان هو يستلم الدفاع، يلغي خط الوسط بتاع الزمالك ويدي الجزيره. بالظبط. ودي عملها مع رامي ربيعه وياسر. ده سبب، ده سبب وجوده في المكان ده، ان هو راجل عايز حد يعني كوير قوي في الكوره، يطلع بالكوره من ورا لقدام بشكل محترف بقى، مش بشكل مظبوط حتى. فاكر الجون الثاني اللي الزمالك في الاهلي في اخر ماتش لعبناه في الدوري؟ شفت الكوره عبد الله سعيد هو بيستلم، هو عارف هيدي لمين. بالظبط. سيف الجزيري عارف هو واقف فين. لا يعني في حاجه جديده جدا في الزمالك، اللعيبه بتتكلم مع بعض غير كلام المدرب. انت كمان بتتكلم مع عبد الله سعيد، هو ساعات بيلعب كوره من غير ما يبص اصلا. بالظبط. يعني مش محتاج اللعيبه. الزمالك في اوضه اللبس استفاد بالسن الكبير وبالخبرات بتاعت اللعيبه الكبيره. يعني في ناس كتير تقول لك عبد الله ده شطب. لا يا جماعه، ده عبد الله السعيد، لعيبه الزمالك بتتكلم مع بعض، ما شفناهاش من 5 6 سنين الحته دي. لعيبه الزمالك نازله فاهمه راح فين، هو عارف ده هيبقى مكانه فين، وانا ده مكاني فين، وانا هغطي ازاي، وانا اروح ازاي. لا لعيبه الزمالك بتتكلم مع بعض كتير، لعيبه الزمالك قريبه من بعض جدا، مفيش مشاكل في اوضه اللبس، متسيطر عليها بطريقه كبيره جدا. انت شايف الروح الجميله عامله ازاي؟ واي روح الحفله اللي اتعملت كمان. اللي بيلعب ما بيلعبش، كله نفس الهدف، كله بيحب الخير لبعضه يعني. بالظبط. وشيكابالا، شيكابالا انا مثلا انا اتفاجئت، مش هقول مستوى فني، شيكابالا خلاص فنياته دي اعتدنا عليها، حاجات شفناها كتير. موهبه لن تتكرر الا يعني كل فين وفين. في الكوره حته تانيه، في حته تانيه شيكابالا. يعني انا اقول لك ما تعتزلش،
بس لازم تبقى لاعب معاهم، لازم تبقى موجود في القايمه. يعني انا يمكن شيكابالا لحد الموسم اللي فات، ما انت فاكر اهدافه كانت عامله ازاي؟ بقول لك بنك الاهلي وفارتا سولار ومش عارف ايه، الزاويه 90 تشهد على شيكابالا كان بيعمل ايه في اي ماتش في الكاس قبل كده. ومن الجون اللي كان بيجيبه في الاهلي كان يعني انا كنت سمعت كان في كلام من زمايلنا ان الجمله بتاعت شيكابالا دي المدير الفني الاهلي حفظها لهم جوه، ان شيكابالا ما يخشش وما يضمش وما يقطعش وما يلفش وما يعدلش على شيكابالا. ساعتها موسيماني قالها بالظبط، يعني قعد يحفظها لهم. حصلت برضه مع اربع لعيبه، مع يعني شيكابالا عملها مع اربع لعيبه وحطها في الزاويه اللي عايزها. فمعنى كده انت يعني انت عارف هو يعمل ايه، وعملها مره في علي لو تفتكر، ومره في الشناوي، ومره في الشناوي يعني حتى الحراس عارفه، بس هي بيقول لك شيكابالا هي حتته بتاعته. طب خلاص شايف ازاي الناس اللي بتتكلم بقى لها كام يوم، انتوا مبالغين قوي الفرحه، انتوا فرحانين قوي زياده، انتوا مش عارف ايه، انتوا ايه عندنا منه كتير الحاجات اللي بتتقال دي. بص انا عايز اقول لك على حاجه، ناس كتير جدا بتحاول تقلل من اي بطوله انت بتاخدها، انما انت عشان عرقت تعبت البطوله بتاخدها بتتعب فيها بجد، بيبقى فيها شغل كتير، بيبقى فيها سهر، تعب، فيها تعاون، فيها طموحات، فيها جماهير، فيها ناس بتتعب في المدرج، فيها ناس بتتعب، عمال غرف الملابس ذات نفسها بتتعب. يعني انت حاجه يعني هم مثلا في مصادر بتبقى البطولات، بس الزمالك مصدره الوحيد في البطولات هي جماهيره، طموحاته، صحيح، اماله، اللعيبه بتاعته، فالناس دي كلها اشتغلت، الناس دي كلها تعبت، فانت حققت اللي انت مثلا بقالك شهر ونص بتشتغل عليه. لا انا ممكن افرح لحد السنه الجايه، وبعدين انت حد ما اقول لك في السوبر اللي بعدين انت مضغوط بقالك فتره. لو هنتكلم على اللعيبه، فاللعيبه تعرضت لانتقادات كبيره جدا، انت عارف الفتره اللي فاتت، وخاصه بعد حتى الصعود لدور المجموعات في الكونفدراليه، الناس اتكلمت، لا الاداء مش عاجبنا، لا ازاي نكسب 1-0، لا ازاي مش عارف ايه. مجلس الاداره بقى حدث ولا حرك بقاله شهور، فين الصفقات؟ فين التدعيمات؟ انتوا ما دفعتوش ليه؟ انتوا عملتوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده مش عايزين ده بيروح ده بيجي بالظبط. فالناس حققت بقى بطوله بعد كل الحاجات دي، مش عايزينها تفرح؟ لا ده تفرح وتفرح كمان، انت بتتكلم ازاي؟ وبطوله قاريه قدام المنافس، قدام المنافس دايما المباشر نادي الزمالك في البطولات المحليه وحتى الافريقيه. يعني انا عايز اقول لك هو ده بقى، دي مشكله لاعب الزمالك على لاعب الاهلي. لاعب الاهلي في راحه كتير قوي، في حاجات كتير قوي مريحاه. لاعب الزمالك انت ممكن تكسب، بس هو الجمهور مش عاجبه المكسب، انا عايزك تلعب وتكسب. يعني انا بس النهايات انت عارف ماتشات تكسب ولا تلعب، يعني بالنسبه لنا بس جمهور الزمالك عنيد قوي في الحقيقه. جمهور الزمالك هو جمهور كوره، يعني انا مش بشجعك عشان تاخد بطوله، بس انا عايز اتفرج عليك. فجمهور الزمالك كده، جمهور الزمالك انت ممكن تكسب وتكسب سكور كمان 3-4، بس الاداء لا، انا مش انا مبسوط. عايز الاداء برضو. فهو جمهور الزمالك طماع جدا في يعني طماع كوره قوي، جمهور الزمالك طماع كوره جدا. انت يعني احنا كنا فاكر ماتش النصر اللي لعبناه، النصر السعودي، النصر السعودي في البطوله العربيه، الماتش احنا كنا كسبانين وخلاص، هي بس الهفوه الدفاعيه اللي في الاخر ممكن تحصل المفاجاه. كريستيانو بقى يعني هتعمل ايه؟ يعني عايز اقول كريستيانو شفته اعظم لعيب في العالم برضه، مش عارف يا كوره يعني راح لعيبه الزمالك لعبت ماتش وانت نعم خرجت من البطوله، لا وسدت يعني حسام عبد المجيد مثلا مع اللي كان سد قدامه، لكن كان محمد الغني وحسام عبد المجيد بقى كبير، فهي هتسيبه بس ثانيه هي جول خلص. هو ما عملش، هو طلع جابها من اخر الدنيا سندها بس. يعني الراجل ده كان بيجيب في بوفون، كان بيعدي يعني، كان بيجيب في حراس في جول في العالم كريستيانو ما جابش فيه جول يعني او فريق لا. فانا بقول لك شوف جمهور الزمالك احنا طلعنا من البطوله، بس جمهور الزمالك الماتش ده لا سقف وحيا اللعيبه بالظبط. انتوا تعبتوا، انتوا اجتهدتوا، انتوا عملتوا اللي احنا عايزينه، فبالتالي خلاص انا مش عايز منك اكتر من كده. لكن برضه انا عايز اقول لك ان بقى يعني من بعض الناس، لكن بعض الناس باركولنا مبروك، انتوا تستحقوا، انتوا كنت احسن. يعني برضه خلينا نقول الناحيتين يعني، فاهم قصدي؟ الناس بتحب التحفل التحفيلي اللي هو اللذيذ اللي دمه خفيف من غير تطور ومن غير اي حاجه، وفي ناس برضه قالت لك لا الزمالك كان احسن، الزمالك يستحق. ف يعني انت عارف دايما لازم يعني تقول الناحيتين مش ناحيه واحده يعني دول اللي حضرتك بتتكلم عليهم، دول ان هو اللاعب اللي راح قال لي مبروك وهناني او الجمهور حتى يعني وجمهور بس دول 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 الصفوه بتوع جمهور الاهلي. يعني مش ما حدش مثلا طلع في الاول قعد يقول لك لا ده الاهلي هيكسب قبل ما ينزل ده انت بتعمل ايه؟ ما بص برضه في ما يبقى عندك ثقه زياده دي ساعات ما كانش ثقه، ده كان غرور. يعني ممكن بقى تاخدها كده يعني ثقه زايده، غرور، ضامن المباراه، وانت عارف الكوره عمرها ابدا ما بتعترف بالكلام ده. انت على الورق حاجه، لكن جوه بقى الملعب حاجه ثانيه، وهو ده اللي شفناه. فبرضه على حاجه، هو جزء دايما من خطه الاهلي، او جزء كبير جدا كمان من خطه الاهلي في الماتشات الكبيره، هو الاعلام والاخبار اللي قبل الماتش. يعني انا هدمرك نفسيا قبل ما انزل الماتش. يعني انا بص هخليك داخل انت خايف مني، انت خايف ان انت تخش عليا مان تو مان هرقصك اعدي، انت خايف من لو جه من في جون في ربع ساعه
ده اللي كان بيحصل مع الزمالك، حاول تضغط عليه نفسيا ان انت بتدمر اللعبه نفسيا. بس هو جيب نتيجه في الاخر. انا بقول شيكابالا كتير لان انا يعني شيكابالا طبعا يعني من ساعه ما شجعت الزمالك هو شيكابالا ده من ساعه ما كان لسه عيل صغير. شيكابالا اللاعب المصري الوحيد اللي شال الثلاثه سوبر، يعني ثلاث اشكال للسوبر من اخر نسخه جديده. حتى النادي برضو الوحيد اللي خد حتى السوبر في نسخته الجديده. ما بقول لك يعني في اول شكل جديد للكاس مع الزمالك وشيكابالا هو اللي شايله. فشيكابالا لا انا عارف دماغه. شيكابالا مشاكله كتير، صدامي، لا انا هلعب، لا انا اللي هقدر اشيل. لا خلاص انت بقى فين بقى انت عشان عارف من زمان وشفت مواقف. بالظبط. فبقول لك انا اتفاجئت حتى لما طلع بعد الماتش في حديث تلفزيوني قال لك انا عملت فيديو وجمعته وجبت اللعيبه وفرجتهم وقلت لهم بصوا بيتقال علينا ايه. شيكابالا بقى من هنا كمان يا كريم، يعني من هنا من قبل ما يسافروا السعوديه هو شيكا دايما كان كل يوم في جلسات وقعدات ويلم اللعيبه ويتكلم ومش هنرجع غير بالكاس. وزي ما انت شفت حتى اللقطه ده دلوقتي شيكابالا. فاكر بقى شيكابالا قبل كده كان يعمل ايه؟ انت بتشتم فيا؟ لا انا هطلع اشتم، يعني انا هطلع اقول انت بتقول كذا، لا انا هطلع هعلي تصريحاتك. انت عايز تطلعني من الملعب؟ لا انا مش هطلع. انما دلوقتي هو فهم، فيا جماعه لا راح قافل على لعيبته، حمسهم، اداهم الدافع، خد الجانب الايجابي من النقد السلبي اللي اتوجه للزمالك. خلاص مواقف وتجارب بيتعلم منها الانسان. هو يعني في الزمالك شيكابالا لا غنى عنه خالص. طيب روح معاك بقى للسوبر المصري بقى. مصري بقى بتاعنا بقى، الحاجات بتاعتنا بقى الجميله بقى. شايف نادي الزمالك ونادي بيراميدز برضو كريم، الناس مش واخده بالها ان بيراميدز رايح برضو بطموحات ان هو كسبان كاس مصر، فيقول لك انا ليه كمان ما احققش بطولتين، انا كمان في شهر ولا شهر ونص. فاهم قصدي؟ ده حقيقي. في ناس مش واخده بالها من النقطه دي، وكمان التدعيمات الجباره بصراحه اللي عندهم خط هجومي يعني مرعب جدا طبعا. هو بيراميدز خلاص، يعني بيراميدز دخل بقى سكه البطولات بعد تتويجه بالكاس. بيراميدز خلاص ابتدى ان هو هينتقي لعيبه. بس انا شايف بيراميدز دايما عنده مشكله من ساعه ما اتوجد على الساحه الرياضيه. بيراميدز يجيب لعيبه كويسه جدا، بس ما يعرفش يجيب المدرب اللي يوظف اللعيبه دي. السنه اللي فاتت لعيبه كتير يا كريم تعمل مشاكل اكيد. النجوم نجوم. كلهم هتقعد مين؟ هتعمل خطه تلعب مين جنب مين وفين؟ فانا بقول لك هو بيراميدز اللي ساعده في الموسم اللي فات واللي هيساعده تقريبا برضو الموسم ده، هو عارف يجيب المدرب اللي هيوظف اللعيبه دي. بيراميدز دلوقتي شكله في الملعب حلو، لعيبته بتادي، عنده بدل الطريقه. يعني انا اتفرجت ليهم ماتش بيراميدز، انا شفت طريقه اللعب اتغيرت اكتر من مره في 90 دقيقه. بس نهائي كاس ماتش زد مثلا يعني بالعافيه، يعني فاهم؟ ما هو بالعافيه بس وزد يعني كمان كان في وقت من الاوقات اقرب بشكل كبير قوي يعني. بس هو بيراميدز عنده مشكله، يعني النهائي دوت كان نهائي بين فرقتين ما فيش جمهور. بيراميدز لما كان بيلعب سواء الزمالك او اي فريق تاني هو في ضغط جماهير قدامهم كبير جدا. فبيراميدز قدام الزمالك او قدام الاهلي هو مش مجرد 11 لاعب قدام قصاد لاعب، اللي بيفرق الجمهور اكيد. الدافع. فالماتش ده برضو بيراميدز خد بالك كان عنده حته اللي هو الثقه الزياده، انا هعدي زد. هو فنان اعلى طبعا من زد بكتير، فهو كان عنده حته انا هعدي زد. بس كان عليهم ضغوطات برضو ان هم لسه خسرانين الدوري وكانوا بينافسوا وخسروا فعايزين ياخدوا الكاس. هو الدوري انا ما اعتقدش ان الدوري كان في ضمن حسابات، يعني انا ده رايي الشخصي. ان بيراميدز انتزه جت كده يعني. يعني عارف اللي هي المكسب ال 13 14 ماتش مشيت، فانا رحت ماشي يعني معاها. انما انا هل انت كنت حاطط تارجت ان انت لا هو لولا ما الزمالك بس كانت ظروفك مش احسن حاجه. بالظبط. يعني بيراميدز انت مش حاطط تارجت ان انا هاخد الدوري، انت ممكن تكون التارجت بتاعك كان تخش دوري ابطال افريقيا. انما تقول لي ان انا اخد الدوري، ما اعتقدش ان بيراميدز في الفتره اللي فاتت دي كان حاطط تارجت الدوري خالص. انت شايف اللي فارق مع بيراميدز موضوع الجمهور؟ هو اللي فارق مع بيراميدز موضوع الجمهور وموضوع ان اصلا اللعيبه ما عندهاش ضغوطات، اللعيبه ماديا ما فيش دوافع. ما طالما ما فيش ضغوطات ما انا ما فيش دافع خالص. انت يعني مش تضغط عليا فانا عادي. يمكن اتسربت اخبار كتير عن بيراميدز ان بيراميدز اللعيبه بتخسر بتلبس الشنطه وفي الباص وتروح عادي. ما انا اصل انا بص انت عارف مين هيحاسبني؟ لعيبه الزمالك مثلا ولعيبه الاهلي هم لو عندهم خسروا ماتش ولا تعادلوا ماتش انا اعرف ناس بيقول لك انا ما انزلش الشارع مش هقدر اقابل الناس. جماهير في ناس بقى مستخبى في العربيه عشان ما حدش يقول لي، ما انا مش هعرف ارد، الناس دي متعوده انها تكسب فانا بقى سبب. عارف انت الناس لعيبه بتستخبى بالظبط حرفيا يعني ده عشان الجماهير. فبيراميدز ما عندوش الحته دي. فبالتالي ما تقولش ان انا مثلا ايه لا انا هتارجت ان انا اخد الدوري. انا برضو انا لسه عند رايي ان بيراميدز ما كانش في التارجت بتاعه انه ياخد الدوري خالص. الزمالك هو بيراميدز كان التارجت بتاعه اخش دوري ابطال افريقيا. الزمالك الدنيا معاه مش احسن. مش عايزين برضه نتطرق قوي في النقطه دي. شايف الزمالك في السوبر يكسب بيراميدز؟ الزمالك يكسب بيراميدز. الزمالك على الورق وفنيا وفي الملعب احنا بنتكلم. بص هو طبعا الزمالك يكسب اي فريق، بس عم بنتكلم كل مباراه لها ظروفها اكيد. بس الزمالك جاي من نشوه السوبر الافريقي، بيراميدز جاي بالتدعيمات الجديده، بيراميدز برضه رايح بطموح الكاس مصر فعايز يحقق كاس السوبر، الزمالك نفس الكلام.
لعيبه هنا كويسه جدا، لعيبه هنا كويسه جدا، والماتشين في 4 ايام، فكل دي اكيد. انا معاك في الحته دي، ان بيراميدز طبعا عنده تدعيمات، بيراميدز رايح عايز يكسب، بيراميدز ليه طموحات بطوله، بس تعتبر البطوله بلد رئيس النادي. بس يعني برضه ما عندهمش جماهير هناك، برضه الجماهير معانا احنا، يعني الزمالك جماهيره في كل حته كمان. فانا اقول لحضرتك يعني لو لا الزمالك قادر ان هو يكسب لو لم نفسه من مشكله السوبر خلاص نقفل خلاص. انا اول ما ابتدي السوبر محلي، انا يا جماعه دي بطوله انا خدتها مش عايش بيها العمر كله. لا دي بطوله جديده، في طموحات جديده، في فريق هلعبه، في منافس ليا، في قدامي 11 لاعب، لازم ال 11 لاعب اللي قدامي دول انا اكون اعلى منهم فنيا. مش هخش ان انا اقول لهم انا بطل السوبر فخلاص هاخد الماتش، لا. فانا شايف ان الزمالك قادر ان هو يعدي بيراميدز فنيا كمان، قادر يعدي بيراميدز. شايف مستر جوميز ممكن يغير على التشكيله اللي لعبت السوبر افريقيا، ولا هم نفس اللعيبه ممكن يبدا؟ لا انا شايف ان في طبعا مراكز هتتغير، الا لو حصل حاجه طارئه يعني بقى اصابه لا قدر الله. في مراكز اكيد هتتغير، يعني في مثلا انا ما اظنش ان هيكون سيف الجزيري هو المهاجم الزمالك في الماتش. ناصر منسي تتوقع ان هو يبدا؟ اتوقع ان هو هيدي ناصر منسي من بدايه المباراه، يعني اتوقع حاجه زي كده ان هو هيدي ناصر منسي. بس مشكله ناصر منسي مبارك برضو الجزيري، من اللعيبه البديله. الجزيري كان ليه دور في ماتش الاهلي حتى لو هو ما سجلش، هو ارهق الدفاعات وسبرنتات مع ياسر وربيعه. فناصر لما نزل اول بس ما خد الخطوتين، ياسر هو اللي خلى ناصر ياخد نفسه بالظبط، هو اللي خلى ناصر منسي راح، هو اللي خلى ناصر منسي تنازل يعني عن بدنيا اعلى. اللعيبه دي خلاص الجزيري لففهم حوالي 18 فبدنيا سقطوا خالص. صحيح. بس انا اتوقع ان ناصر منسي في بدايه السوبر قدام بيراميدز يعني، بس انا بقول لك لا مستر جوميز مش هيغير، هو هيلعب سيف الجزيري. هيلعب بسيف الجزيري، وناصر خلاص بقى تميمه الحظ بالنسبه لنا ان هو وبين طايج طبعا هيستمر بالظبط، عمر جابر نتكلم في باك رايت، اثنين مساكين مسلوسي وحسام عبد المجيد، دونجا، ناصر، عبد الله، وبس بنسبه كبيره يعني نفس انا معاك هو التشكيل كله. الا لو حصل زي ما انا بقول لك حاجه بقى طارئه بره الراجل يعني. بس انا شايف ان يعني المركز الوحيد اللي ممكن يتغير هو مركز المهاجم. انا حاسس ان هو هيدي ناصر منسي، وهو دلوقتي كمان ناصر يعني في التدريبات يعني شفنا في التمرين امبارح، لا يعني خلاص ابتدى ينضج ياخد ثقه. انا يعني انا لو انا اللي هحط التشكيل انا هبقى عايز سيف الجزيري، بس انا حاسس ان دماغه ميز عشان ناصر عنده، هتروح عند ناصر اكتر عنده يعني هدف السوبر و بالظبط، عنده دافع، عنده حماس وروح هيروح وعايز يكمل بقى اللي عمله بالظبط. فانا شايف ان هو ممكن يدي ناصر اكتر يعني فرصه ناصر اكتر من الجزيري شويه في الماتش. انما نص الملعب، لا نص الملعب بتاع الزمالك ثابت، الاطراف طبعا هي ثابته كمان، مصطفى شلبي بيفضل مكانه، زيزو الناحيه الثانيه. انا شايف ان التشكيل هيبقى زي ما هو، عواد هيكمل، ما اعتقدش ان صبحي هيلحق اصلا ان هو عواد يستحق اللي عمله الماتش اللي فات. عواد هيكمل برده بالدفع المعنوي، حتى لو صبحي جاهز لكن عواد يستحق. هو كمان في دلوقتي اتجاه كبير جدا في الزمالك ان عواد هيكون حارس اساسي في الفتره اللي جايه دي. بعد على فكره عواد قبل ماتش السوبر كان بيأكد ان هو هيشارك وهيلعب، هو اتكلم مع اللعيبه قال لك انا حاسس ان انا هلعب اشارك. يعني كان صبحي لسه ما اتصابش، بخلص على صبحي تاني يوم اتصاب خلاص، قال لك شفته انا قلت لكم. وعايز اقول لك حاجه برده، هو من حظنا ان عواد لعب، ان عواد في حته تصدي ضربات الجزاء دي هايله، خبرات كمان في الماتشات دي انت عارف هو هايل جدا في ضربات الجزاء، يعني مميز جدا. زي فاكر جنش، جنش في المباراه حاجه، في ضربات الجزاء حاجه ثانيه، تحس ان هو كان بيحط مغناطيس كده، كان في ماتشات بينزل ضربات الجزاء او حاطط مغناطيس للكوره بيجيبها في اي حته. يعني اللاعب اللي يخش له، انت فاكر الكوره بتاعت حسام غالي، يعني هو مش لاقي حته في الجون يشوط فيها وداها في حته ثانيه خالص. صلاح جمعه بعديها ده في 2017 فلا كان في حراس، هي الحته دي بتاعتهم. لكن انت تتوقع ان بطوله السوبر دي مبقاش فيها مفاجآت؟ لا اكيد هيبقى فيها مفاجآت، بس المفاجآت هتبقى اكتر. يعني سيراميكا ممكن يكسب مثلا؟ لا سيراميكا ممكن يكسب الاهلي مثلا، سيراميكا ممكن يكسب الاهلي على فكره. ليه ما يكسبش؟ يعني حته ان احنا بنصدر ان الاهلي لازم يكسب دي، لا سيراميكا لا كويس. انا مش كده، هي امكانيات فنيه، عناصر في الملعب افضل على الورق. طب على الورق، لو اتكلمنا على الورق برضه هتلاقي سيراميكا دلوقتي في الوقت الحالي هو عنده استقرار اكتر من الاهلي. هرجع معاك لنفس النقطه اللي كنت بتكلم بيها في بيراميدز، مفيش الدافع، مفيش الحابس، مفيش الجمهور اللي يحمس اللعيبه دي ان هم لا انتوا لازم تكسبوا، انتوا لازم تعدوا، انتوا لازم تاخدوا البطوله، اللي هي لو جت هتبقى جت بقى ايه يعني حاجه كده من عند ربنا يعني، فاهم؟ تمام، انا معاك في الحته دي ان هو ما عندهمش دافع الجماهير. بس في فرق بين بيراميدز وسيراميكا، العقود اللعيبه اللي في بيراميدز كبيره جدا، عقود سيراميكا هي اقل ماديا من لعيبه بيراميدز. بس خد بالك برضه مش اقل بكتير يعني، لا في لعيبه كتير اقل يعني،
ماديا لا اقل كتير من لعيبه بيراميدز، فالدافع المادي اصلا لعيبه سيراميكا لا عالي ومش هيعوض الجماهير. بس هو الدافع المادي برضه على اللعيبه مهمه. ايه محمد يعني ابراهيم ده دي كانت لا وصديق اوجولا يعني ف يعني مش عارف ازاي لعيبه يعني مش عارف هو ازاي فرقته كده زي كمان. فلا الدافع سيراميكا ماديا ممكن يعوض بنسبه 50% غياب الجماهير. اسالك سؤال يا كريم قبل ما انهي معاك، سؤال كده انت راجل صحفي يعني كبير وسهل في الموضوع الصحافه ده يعني ليك اكتر من مصدر. سيراميكا قال لك احمد رمضان بيكم اللي احنا في احتياج فني ليه فمش هينفع نبيعه لاي نادي. طب صديق اوجولا ايه الوضع؟ عايز اقول لك صديق اوجولا كان دوره مع سيراميكا اصلا اكتر من بيكم. ما انا بسالك بس رد عليا على طول ايه الوضع؟ هقول لك الوضع، الوضع دايما في الغرف المغلقه ان ده ما ينفعش يروح الزمالك، ده ما ينفعش يروح هنا، ده ما ينفعش يروح هنا كدا. حتى لو انت رغبتك ان انت تلعب، حتى لو رغبه اللاعب يعني اللاعب في لعيبه يعني ناصر منسي مشكلته مع فيوتشر قبل ما يجي الزمالك. لا هو ناصر منسي اصر ناصر في منسي في البنك قصدك؟ ناصر منسي؟ ناصر منسي كان في فيوتشر. لا كان في البنك الاهلي لما يجي الزمالك. ناصر ماهر يعني ناصر ماهر ناصر ماهر لا صمم وصمم انا هروح وراح مضى يعني اعملوا كل انت عبد الله سعيد كمان لما تنازل عن الفلوس خلاص انا هروح انا دي في لعيبه كده اللي هو انا هروح مهما تعمل بس برضه موافقه النادي تبقى بالنسبه لي موافقه النادي مهمه بس في انديه يعني دلوقتي شايف الزمالك فاتح الخط مع مين؟ مع البنك الاهلي بقى لنا موسمين مع البنك الاهلي فانت لو احتجت لعيبه البنك الاهلي الزمالك مش هيقول لك البنك الاهلي لا بس في اماكن لا انا هدي الاهلي انا مش هروح ادي مثلا الزمالك علاقات يعني هروح ادي زي الاتحاد السكندري قبل كده لما كان مروان عطيه كان في خلاص وبعد كده سموحه كان الراجل بيطلع جده لو تفتكر زمان كان ماضي قبل البطوله وبعد البطوله خلاص بقدره قادر خلاص. ما قال لك انا مش هاجي الزمالك ما انا بقول لك في حاجات في اللعيب يعني في كواليس كمان يعني شوف انا بكلمك من كام سنه ان في حاجات دايما بتحصل في الكوره عندنا يعني الزمالك كان في لعيبه انا رغبتي الاولى الزمالك لا انت مش تروح الزمالك استاذ كريم مؤمن زكريا ان شاء الله رجاله الزمالك قدها نادي الزمالك باي لعيب يقدر يحقق اي بطوله نادي الزمالك الشعار بتاعه شرف لاي لعيب ان هو يبقى موجود فيه. كريم انا اتبسطت جدا انت موجود معايا النهارده نورتني وشرفتني ودايما التقي بيك على خير حبيبي اشكرك حبيبي يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض بشكر حضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم دايما على الف خير.